بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. والمكروه والمستحب متقابلان. المكروه هو الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، والمستحب هو الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، والمباح والذي لا يثاب عليه ولا يحرم ولا يعذر ولا يأثم ولا يأثم فاعله، لا يأثم فاعله ولا يؤجر تاركه، لا أجر في فعله مباح ولا ثواب في تركه لأنه مباح. فعندنا المحرم يقابله المحرم يقابله الواجب، والمستحب يقابله المكروه، والمباح والذي لا مقابل له وهو لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. وقد يثاب المرء على فعل المباح إذا تعالطه نية صادقة لفعله، كأن يفعل المباح تقربا إلى الله جل وعلا ورغبة في ثوابه وحذرا من أن ينال الإثم بوقوعه في المباحات بكثرة، ويجتنب المباح ويتركه تقربا إلى الله جل وعلا. والمقتصدون هم الذين يؤدون الفرائض ويجتنبون المحارم، وليس لهم تميز في النوافل، وليس معنى ذلك أنهم لا يفعلون شيئا من النوافل، فالمؤمنون هم أولياء الله وهو وليهم. قال تعالى: والله ولي المؤمنين. والكافرون والمنافقون أعداؤه وهو عدوهم. قال تعالى: فإن الله عدو للكافرين. والمقتصد هذا دون الفاعل المقرب، دون المقرب في المنزلة، يعني مقتصد في ترك المحرمات وقد يقع في شيء منها، مقتصد في ترك المكروهات وقد يقع في شيء منها، مقتصد في فعل الواجبات وقد يخالف شيئا منها، مقتصد في فعل المستحبات وقد يترك شيئا منها. ما يقال إن هذا التارك للسنن الرواتب فاسق أو فاجر، لا، ولا يقال عنه إنه مقرب، لا، لأنه قصر. فالمطلوب من المسلم المؤمن أن يكون قويا في طاعة الله، مقدما على فعل الخير ويتحاشى فعل الشر، فإن فعل شيئا منه فلا يقال إنه فسق أو خرج عن الملة، لا، قد يقال عنه إنه مقصر. والمقتصدون هم الذين يؤدون الفرائض ويجتنبون المحارم، وليس لهم تميز في النوافل، وليس معنى ذلك أنهم لا يفعلون، ليسوا مجتهدين في النوافل، ما لهم تميز يشكرون عليه، وإنما هم اجتنبوا الحرام. وليس معنى ذلك أنهم لا يفعلون شيئا من النوافل، فالمؤمنون هم أولياء الله وهو وليهم. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فهم أولياؤه وهو جل وعلا وليهم.
قال تعالى: والله ولي المؤمنين. والكافرون والمنافقون أعداؤه وهو عدوهم. قال تعالى: فإن الله عدو للكافرين. الكافر والتارك لأمر الله جل وعلا غير مؤمن به وهو عدو الله جل وعلا، والله عدوهم. والكافر هو الذي أشرك بالله، وليس الكافر هو الواقع في الكبائر، فقد يقع في الكبائر وهو من أولياء الله جل وعلا، يقع في الكبائر ويتوب إلى الله جل وعلا. وأما الكافر فهو الذي يكفر بالله ورسوله، والمنافق هو الذي يظهر خلاف ما يبطن. ما الفرق بين الكافر والمنافق؟ نقول: المنافق يظهر الإيمان والإسلام وليس كذلك، وأما الكافر فهو مجاهر بكفره، والكافر حقا. ولذا صار المنافق في الدرك الأسفل من النار، لأن المنافق والعياذ بالله أسر الكفر وأظهر الإيمان والإسلام، وليس كذلك، وقد يغتر به أناس ويقبلون مشورته ويغشهم، بخلاف الكافر. فالمؤمن لا يطمئن إلى نصيحة الكافر ولا إلى قول الكافر، ولذا تضرر المسلمون من النفاق أكثر الضرر من النفاق. ولذا جاء التحذير من النفاق في القرآن بكثرة بخلاف التحذير من الكفار، فالكفار يحذرهم المؤمنون، وأما المنافقون فهم يظهرون الإسلام ويظنون الناس أنهم مسلمون. ولهذا جاء في سورة البقرة، في صدر سورة البقرة، الكلام على المنافقين في 12 أو 13 آية، والكلام على المؤمنين في 5 آيات أو 6، والكلام على الكفار في آيتين من كتاب الله جل وعلا. فتفاوتهم في الإيمان والضرر منهم، الضرر منهم محقق، فلذا حذر الله جل وعلا منهم أيما أشد تحذير. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.